وش سالفتك يا العو؟ كل يوم تروح ذات بتر، تروح وتغيب الساعات الطويلة. وش اللي مخبي عني يا العون؟ وش اللي مخبي عني؟ اسمع صوت يضرب الصدر، ما هو بالاذن. وش القايله؟ يقولون بي بواق خذا عيل من حرمه قرب عربنا. وش تشوف؟ الحمد لله ما اشوف الزمن اللي ينسحب بيه العين من حضن امه. انت وعدك على البساط، خذ خويك وروح دور العين، ما تعاود الا العيل بيد والباقي بيد الثانية. تامر يبا الله معك. ما هقينا يا العزوف لك دروب نقيس بيها مسافة ما بينك وبين الحق. الحق سمع، ما ينحسب بيها المسافات. وش شفت على العزوف يا مبارك؟ سمعت ما شفت. وش سمعت؟ المنديل، المنديل رد على راس بنيتي. تقصد منديل الغيث؟ ايه، سلمتك الغيث والمنديل بيده. شلون رد على راس بنيتي؟ شلون؟ القدر هو اللي غطى الروس ويكشف الوجوه. العاد ما فرقتهم إلا لين يجتمعوا. الغيث، الغيث قريب من هان؟ الغيث وخرت يا عناد، ولا لسه ماخذ قطعة من صاحبه تليق بيه يا عناد؟ في شيء يصير ببيت مبارك. المنديل كان مع الغيث وردت بيه حنايا على راسها، والعزوف ما ندري للحين دقت خطواته. في شيء يصير احسه لكن ما اشوفه. زوم عرفه. وش تسوين ها؟ عناد؟ الحمد لله انك ربيت، ما وجعت قلبي وقلب امك. لا تخافين على عناد، ترى عناد سبع. والسبع رد وما لقاها؟ ما نقدر الحق بثرها يا شوف. تتأمل، حنايا صارت بالعرب. وانت؟ وانت يا عناد؟ ما حد داري بيك غيري. شلون يطلع لك عيل من الحجر والتراب والصخر وانت ما عندك علامة؟ المطر يجي للشجر بمكانه. انت متوكد انه من صلبك؟ الزمن يغير الوجوه غير القلوب. شي واحد الزمن يقولوا الصبر على الرفيج نعمة
يا ما ويدر. نعم يا عمي. لا خلاص ما ودي شيء. يا عمي ها يا عمي ها يا بيي حرامك وش هذا اللي جايبك؟ حرامك مهبول حرامك مهبول مهبول لا ايه وش 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 طال عمرك تسلم يا شيخ وش هالمهبول هذا طال عمرك تسلم تسلم حلامك يا شيخ حلامك يا شيخ حلامك يا شيخ مير دي قهوة يا نشمية وش تقول؟ سموحة من راسك يا عمي العيلة الرابعة اللي روح منها وعينك ما شالت البواق؟ لله شال الموت منها وهي بالمحطاب تقبل تشوف موته وإذا سالفة تحييها عيالي عيالي وين أرسلتهم؟ وراح العقل البواق ما أدري البواقين وشدهم بالعيال أجوز يأخذون إلى رحم جار يربوه بعد ما يكبر يكون سند لهم وين بدنا ندور عليه بهالبطنان مثل اللي يدور على إبرة بكوم قش حنا نساوي اللي علينا والباقي على الله لا إله إلا الله